وننتقل معكم الآن لمتابعة جولتنا الاقتصادية في هذه النشرة. مرنا إيهاب والتفاصيل. مرنا. شكرا لكم محمد وليلى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. اجتمعت لجنة التسعير التلقائية للمنتجات البترولية لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائية. وأعلنت اللجنة أنه في ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، قررت زيادة سعر السولار بمقدار جنيه واحد للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلي 8.25 جنيه للتر. كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر للبنزين 80 و10.25 جنيه للتر للبنزين 92 و11.50 جنيه للتر للبنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن. وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية صالح الخربشة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10,000 برميل على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا البرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق نوعية وأجور النقل. وقال وزير الطاقة الأردني أن هذه الكمية تشكل حوالي 7% من احتياجات المملكة من النفط الخام، مشيدا بعلاقة التعاون القائم مع الجانب العراقي في قطاع الطاقة وأهمية مضي قدما في استكمال تنفيذ مشاريع التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين. في أسواق البترول العالمية واصلت أسعار النفط تراجعها مع تزايد احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي وارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة. هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2% إلى 72.83 دولارا البرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 1.5% إلى 68.88 دولارا، وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.10% لتصل إلى 2.19 دولار للتر. وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.5% لتسجل 2.9 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت الحكومة الإيطالية تخصيص 10 ملايين يورو لتونس، منها 6.5 مليون لمكافحة الهجرة غير النظامية. وأكدت الحكومة الإيطالية أن أمر التخصيص جاء من جانب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أنتوني تاياني كمتابعة ملموسة للاجتماع الذي جرى الشهر الماضي مع نظيره التونسي نبيل عمار. ونوهت مذكرة وزارة الخارجية بأن تاياني وضع مسألة التعاون في مجال الهجرة مع تونس كأولوية منذ نشأة الحكومة الحالية. أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن هدف بلاده تعزيز حجم التجارة الثنائية مع طاجكستان والبحث عن الفرص الاقتصادية المشتركة. وشدد رئيس كازاخستان على أن الهدف الأول لبلاده هو تعزيز التجارة والتفاعل الاقتصادي، مشيرا إلى أن التجارة الثنائية بلغت العام الماضي 1.4 مليار دولار. وأضاف أنه تم الاتفاق على اتخاذ خطوات إضافية لزيادة تعزيز التجارة المتبادلة إلى ما لا يقل عن 2 ملياري دولار. انتهت جولتنا الاقتصادية، والعودة إليكم مرة أخرى محمد وليلى. شكراً لك مرنا.